اتعملت الهيكلة واتناقشت في لجنة الكرة في وجود الكابتن حسام وغالي وفي وجود الكابتن محمد فضل وفي وجود أعضاء اللجنة وأعتقد أن كان هناك اتفاق أن الإدارة يعني هتشهد هذا التطور وكان في دماغنا شخصية هندعم بها أيضا هذه الإدارة ولكن هذه الشخصية خدت طريق احترافي نرجو له التوفيق فيه كان هيبقى جزء من الإدارة أيضا الأستاذ هيثم عرابي كان من المقرر أن يكون موجود في هذه المجموعة وكان معمول تصور معين للاستفادة من كل الخبرات إزاي ده هيعمل إيه وده هيعمل إيه وده هيعمل إيه أنا فجأة. ولكن الكابتن هيثم الأستاذ هيثم كان قد اطلق مشروعه الخاص بانشاء اكاديميات تحمل اسمه نرجو له كل توفيق باذن الله في هذا الامر ولكن انا بقول ليه الكلام ده لان كلام كتير اتقال انا بالنسبه لي من اليوم الاول مستشار المجلس للتسويق والتعاقدات اللي بيطلب مني بعمله وانا ارحب دايما وكان الكابتن محمد فضل احد اختياراتي يعني مش سر بقى كنت أنا عايز الكابتن فضل وكنت عايز الكابتن خالد بيبو وكنت عايز هيثم وكنت ولكن كابتن خالد راح في حته يستطيع أن يؤدي فيها بشكل أفضل كابتن فضل جه معانا قلت لكم دور الكابتن هيثم عرابي كل الناس دي بقى في أي وقت هتعوزها هي بتاعة النادي الأهلي وموجوده في النادي الأهلي فما فيش مشاكل أنا بس بقول إيه عشان نقفل صفحات قعدت تتفتح طول الوقت اللي فات واحنا في الآخر لينا أدوار ستنتهي ستنتهي